مزيد انضم الينا عبر سكايب من فرنسا الاعلامي الاستاذ خالد شقير. ارحب بك استاذ خالد. مساء الخير، اهلا بيك زميلي العزيز. مساء الخير، اهلا بك. بدايه، كيف تابعت كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمه المشتركه بين الدول الافريقيه والدول السبع الكبرى؟ بالتاكيد بكل اهتمام، لست انا فقط بل كل وسائل الاعلام في فرنسا تابعت هذه الكلمه باهتمام بالغ. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بالامس القريب هو يعني ضيف على قمه العشرين، واليوم هو ضيف على قمه الدول السبع، وهذا لن ياتي من فراغ. استعادت مصر لموقعها ومكانتها بين الدول الكبرى هو نتيجة جهود شخصية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبناها الغرب. معظم الأطروحات المتواجدة على قمة الدول السبع كانت في مجملها هي مقترحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وأهمية جبح الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب، وأهمها الفقر والهجرة غير الشرعية والجريمة، والاهتمام بالدول الأكثر فقرا في الدول الإفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا ليس فقط لمصر بل للاتحاد الافريقي، ولهذا مشاركته هي مشاركه هامه جدا، وينظر لها كل الخبراء السياسيين هنا بنظره كانه نموذج لابد ان يتم يعني اخذه في الاعتبار في مجال التنميه. بصفتك الصحفية أستاذ خالد، الإعلام والصحافة الفرنسية كيف يتابع هذه القمة؟ وهنا نتحدث بالتحديد عن الحضور الإفريقي والحضور المصري. يعني هي طبعا القمة، يعني لا أخفي عليك فرنسا بتعاني من مشاكل داخلية، وطبعا حركة السترات الصفراء وغيرها، لكن استضافة فرنسا للقمة في حد ذاته بعد فشلها في كندا في العام الماضي، والأسلوب الذي استخدمه الرئيس ماكرون في استضافة لاعب أكثر من لاعب أساسي في المشكلة التي يتسبب فيها مثلا الجانب الإيراني والجانب الروسي، وجود شخصية محورية في محاربة الإرهاب وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وممثلا عن دولة تتجه تصاعديا في مجال التنميه ومجال الاقتصادي، وهذا ليس يعني بشهاده الخبراء السياسيين بل الخبراء الاقتصاد الذين يرون ان مصر يعني مساحه للاستثمار، وبصفه خاصه للدول الاوروبيه التي تعاني من مشاكل اقتصاديه كبيره نتيجه هذه العقوبات الاقتصاديه التي يعني تدفع بها الولايات المتحده الامريكيه تجاه الدول الاوروبيه نتيجه تعاملهم مع الجانب الايراني. الرئيس عبد الفتاح السيسي متواجد كرجل سلام وكرجل يحارب الارهاب، ويطلب من الدول السبع القيام بواجبها لانها تصرف على المهاجرين داخل اراضيها، وزياده الشعبويه او زياده نسبه اليمين المتطرف في هذه الدول، يدعو الدول الاوروبيه لعلاج المصدر المشكله الا وهي الفقر والجريمه وانتشار يعني عمليات التهريب والعمليات الارهابيه، والاتجاه جنوبا الى افريقيا والاهتمام اكثر بالدول الافريقيه ودعمها ماديا. كما تحدثت فيما يخص الشأن الإيراني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه لن أو لم يتم حتى الآن التأكيد على أنه سيكون وسيط ربما أو متحدث مع الجانب الإيراني، وكانت هناك تصريحات سابقة لبعض المسؤولين أو قل تسريبات بأن هذا الأمر قد تم. لماذا هذا التضارب ويصل لدرجة أن الرئيس بنفسه يتحدث وينفي؟ يعني احييك طبعا على هذه النقطه، لان طبعا من المعروف ان الرئيس الفرنسي كان قد استقبل ظريف وزير الخارجيه الايراني في محاوله لحل حاله الامور او دفع الامور الى التاجيل، وبصفه خاصه ان هناك تعنت ايراني وايضا موقف صلب من قبل الولايات المتحده الامريكيه. الحديث كان من ماكرون الذي اعلن فيما بعد انه لم يوكله احد من الدول السبع للحديث باسمهم ولا حتى الولايات المتحده وبصفه خاصه الولايات المتحدة الأمريكية. منذ لحظات قبل ما أطلع معك على الهواء مباشرة كان في خبر وصول وزير الخارجية الإيراني، وهو في هذه اللحظة يلتقي في باريس حيث تعقد هذه اللقاءات مع لورد أوريان مع وزير الخارجية الإيراني. أعتقد هذه التضاربات هي محاولة فرنسية للحفاظ على ما تبقى من مصالح أوروبا، سواء مصالح الشركات الفرنسية والألمانية في إيران،
ومحاولة لكسب الوقت وعدم إغضاب الرئيس ترامب، وبيحاولوا عمل يقوموا بدور الوسيط. ستكون هناك مفاجأة لو نجح الجانب الفرنسي في عقد قمة أو لقاء على جانب هذا المنطقة بين الرئيس الأمريكي والوزير الخارجية الإيرانية، ولكن هذا الأمر مستبعدا، هي مجرد محاولة فرنسية لتهدئة الأمور والبعد عن شبح الحرب وخسارة الجميع في حين حصول حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شكرا جزيلا الزميل خالد شقير الإعلامي، كنت معي عبر سكايب من فرنسا.